ما الذي يمكن شراؤه بمئة جنيه مصري قبل عامين؟ في أبريل 2022 كانت المئة جنيه المصري تشتري 3 كيلو سكر معبأ بالإضافة إلى أرز وفول ودقيق وبصل أحمر وبطاطس بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري. لكن بحلول أبريل 2024 المئة جنيه المصري أصبحت تشتري أقل من 3 كيلوغرامات من السكر فقط. فماذا حدث؟ ببساطة ترتفع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على السلع، فلو هناك سلعة معينة تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين سيرتفع سعرها تدريجياً. أيضاً قد ترتفع أسعار السلع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، فمثلاً لو اشترى مصنع للجبن الحليب بسعر أعلى فسوف يمرر الزيادة في السعر إلى المستهلك. وفي مصر تتزايد الأسعار نتيجة تزايد الطلب على السلع الأساسية مثل السكر وزيوت الطاهية، وكذلك نقص المعروض من السلع نتيجة تراجع الاستيراد. فالحكومة المصرية واجهت نقصاً شديداً في السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد السلع والمواد الخام، والنتيجة نقص في السلع بالأسواق وتراجع في إنتاج مصانع الغذاء بالتزامن مع قوة الطلب بسبب الزيادة السكانية. كل هذا رفع التضخم السنوي في مصر من 13.1% في أبريل 2022 إلى 32.5% في أبريل 2024، وذلك برغم تدخل البنك المركزي المصري برفع الفائدة لتصل إلى 27.25% على الإيداع و 28.25% على الإقراض لسحب السيولة من السوق والتشجيع على الادخار بدلاً من الاستهلاك في محاولة لتخفيض الأسعار، وأيضا تحرير سعر صرف الجنيه ليصل سعر الصرف الرسمي للدولار إلى نحو 47 جنيها بعد أن تجاوز سعره 70 جنيها في السوق الموازية، بهدف تقليص الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.